يا هلا بكم. هذه مظلات المرباع المطورة، هذه أول من نفذها المرباع، تأخذ سيارتين، مظلة واحدة تأخذ سيارتين. عرضها يا جماعة الخير 6 متر وعمقه 5.5 وارتفاع 2.5. شوفوا البلدرات اللي مثبت فيها عشان يسهل نقلة وتركيبة بأي مكان. تيوبات 40-80، ركزوا على النقطة هذه. الموصلة 2 بوصة، قماش بوليثلين يحجب حتى 95%، تضمن عليه 3 سنوات. هذه هذه واحدة وهذه بجنب. هذه تشرفنا بتنفيذها انت اخوي الغالي وسلم على قنيسي ونعم الرجل والله. هذه اخذ السيارة الثانية الان. هذا جاره شاف انا اشتغل قال لي ابو عبد الله نبي مظلة، قلت ابشر من عيوني ونفذنا. هذه تاخذ السيارة واحدة. هذه جماعة الخير اللي هي عمقها 5.5، عرضها 3.5 وارتفاعها 2.5. نفس المواصفات، نفس سمكة التيوب، اختلاف الالوان، تشكيل هل تبي، تبي اللون هذا، تبي اللون هذاك. وميزته سهولة فكه ونقله وتركيبه لأي مكان. منظر حضاري وجميل، بس الله يبارك للجميع يا رب. حط لكم رقم عبد الرحمن للتواصل. على فكرة نشحن كل مناطق المملكة، تركيب القصيم والشحن لجميع المناطق سهل. نرسل مع مقطع فيديو طريقة التركيبة ولا أسهل منها. شوف منظرها كيف، مع الأجواء الجميلة من فضلك. الله يبارك لهم يا رب.